ازيكم يا مواليد برج الاسد؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الاربعاء 11 يناير كانون الثاني 2023. هتبتدي تلاحظ كتير من التغيرات في جدولك النهارده اليومي. يوم ده يعتبر حلو عشان تبتدي شغل جديد ونشاط تجاري مختلف. هتركز على كتير من الاهتمامات على شخصيتك النهارده، وهتحاول تحسن نفسك وتبرز كل مواهبك الخفيه في مقدمه يومك. هتستفاد لاقصى حد من الفرصه دي عشان تنفذ كل خططك. ده اللي بيقولها لك بشكل واضح جدا. بالنسبه ليك عاطفيا، عندك دعم معنوي لشريكك هيخليك في حاله معنويه عاليه جدا، وهتكون قادر عشان تعبر عن كل حاجه بوضوح حتى لرفيق حياتك في اليوم ده. بالنسبة ليك صحيا، على الرغم من ان مزاجك ممكن ما يكونش احسن حاجة في الجزء الاول من اليوم، الا انه خلال النص التاني هيبتدي يتحسن اكتر. بالنسبة ليك مهنيا، النهاردة الوقت مثالي لو حبيت تستثمر في رحلات فيها تكاليف كتيرة، لكن بالتأكيد انك هتنفق بس بعد ما تتوقع النفقات اللي بتبقى في طريقك في الاشهر الجاية. بالنسبة لي هتبقى مهماتك اليومية على أهبة الاستعداد. هتجيلك المهمات الحاسمة دي في طريقك في الشوط التاني من اليوم، وهتبقى مرجحة جدا انك تحقق من خلالها مدخلات كتيرة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يوم في برج العذراء بتناغم مع عطارد وأورانوس. هيشجعنا العبور ده على كل رغباتنا في اننا نساعد الغير ونفرزهم ونتحللهم. هنلاقي النهاردة من السهل اننا نعتاد ونستفاد من افكار كتير جديدة. هنلاقي فيها ارضية مشتركة مع كل الاشخاص اللي حوالينا. مع كل ده هيبقى فيه رجوع مطاردة النهاردة بشكل خفيف جدا، ممكن تبقى ثلاثية للكوكب او حتى لكوكب الزهرة، لكن ممكن ما تنعكسش النهاردة في الطاقة اللي عندك زي الكلمات اللي عندك. بينما تحصل الحصول على الكلمات بشكل صح، ممكن تقتصر النهارده في الحساسيه. هتتناقض في العبور ده بمهاره مع النهج اللي بيعتبر منطقي اكتر.